الحق ما والعدل ما. لما مات عاشور الناجي أبو الحرفيش في حارتنا، يا ما أخد من الأغنية بالحق وبالعدل ووزع على الحرفيش. الحق عاش والعدل عاش مع شمس الدين ابن عاشور، يا ما عشنا تحت ظله سنين وسنين، لكن شموع الحق والعدل بتنطفي مع كل نفس خارج من صدر شمس الدين الناجي. سلامتك يابا، سلامتك من رقده سيد الرجال. اغفاره ارفص المرض يا معلم شمس الدين، ده انت طول عمرك في توتنا، انت اللي حمينا. اغفاره مفيش خساره ولا حاجه، ربنا يديك طول العمر وتقوم بالسلامه. حموت وما سبتلكمش راجل ياخد الكتفان بذراعه يحميك ودافع عنكو من بعدي. وانا مش راجل يابا. انت سلمان وخسارتك يا شمس الدين، ابنك اللي حلت مالوش في الفتوانة. اسمع سلمان، انت ممكن تعمل اي حاجة الا بتوة الحرفيش. يا خسارة يا خسارة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحق مات والعدل مات، ويا ويلكم الظلام اللي هتعيشوا فيه بعد شمس الدين الناجي يا حرفيش حارتنا. ايه ده يا سليمان؟ شايل نبوت المرحوم ابوك ليه؟ عايز العهد. كان اداهولك المرحوم قبل ما يموت، لكن ده كان طول عمره بيقول اني ماليش في الفتوانة، بس انا مرضاش ان العهد والفتوانة يخرجوا من بيت الناجي. يا ابني الفتوانة مش بالناجية. اتعلم. طريقها طويل. امشيه. وصعب. اتحمله. يبقى مفيش غير ابو طيرة. فتوة العطوف. كم من صبيان ابوك ومن دراعه تقدر تشرب الفتوانة على اصولها. We'll be right back.
ونعمل فتوانة ونعمل أخوة. عطيك عطيك اسم الله عطيك عطيك اسم الله بطني. في حد الشيطان بيوز وعايز يسمع صوت نبوت عتريس وهو بيطقطق له عظم راسه؟ انا عتريس. يا عتريس انت ايه يا جوز اختي؟ ما اسميش جوز اختك. عايز ايه يا ابن سيدي وتاج راسي؟ عايز نبوتك يقف لنبوت شمس الدين الناجي في ايد سليمان ابنه. كف ايدك ملوش عزم الكف اللي عفقت النبوت بقالها سنين. بيني وبينك الساحه. اشهدوا يا ناس، اشهدوا اهل الحاره، الايد اللي اتمدت لخير شمس الدين الناجي يعز عليها تتمد بالاسى لابنه. تبقى خايف يا فتوه حارتنا سليمان. كلمه واحده واخليك تتمنى لو اتولدت من غير لسان. لساني لو قاصر مش هيبقى تحت وصايتك يا عتريس. انهينا يا شيخ الحاره. ما اقدرش يا عتريس، ما اقدرش ارفع زندك واقول عليك فتوه الحاره. ابن الناجي مدلك نبوته والاصول تنزله. أصول؟ عندك حق يا شيخ الحارة، الأصول إن الكبير لازم يأدب الصغير. الكبير كبير بنبوته يا عتريس. تبقى زنيت على روحك يا ابن الناجي. الله 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 الله، مين اللي علمك مسكة النبوت يا سليمان؟ يخرب بيتك. ونعمل فتوانة ونعمل أخوة. اسم الله عليك، 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 اسم الله عليك. فتوتنا وابن فتوتنا، معلمنا وابن معلمنا، حمينا وابن حمينا، سليمان الناجي. سليمان الناجي. سليمان الناجي. سليمان الناجي. سليمان الناجي. سليمان الناجي.
يا رب انهيها على خير يا رب. الهي لا تسقني لا في جوزي ولا في اخويا. هو احنا لحقنا نرتاح من شمس الدين لما يطلع لنا ابنه؟ اللي مش قادر افهمه ازاي الواد ده نلحق طول عمره مالوش في الفتوانة. ابوه نفسه كان رايه فيه كده. طب امال خايفين منه ليه؟ لما هو وقعش بشكل ده. احنا اصحاب مصالح في الحاره يا حاج جوده، لينا تجاره يتخاف عليها. طب ما نسحبه من وسط الحرافيش. ازاي؟ هو بقى فتوه ولا بالحرافيش؟ اذا كان مستاقه برجالته احنا نساقوا عليه براس مالنا. قصدك ايه يا فوزي بيه؟ قصدك نبرطله؟ ليه لا؟ محدش طلع من ليله الناجي بتاع فلوس. مش لازم نقديه، نشركه معانا في التجاره. لا يا معلم حفني، دود الارض يحن لطينه، والواد ده ما يستجراش يبعد عن الحرافيش، دول عزوته وسلاحه. ما انت سامع بيهللوا له ازاي؟ صباح الخير يا رجال. صباح الخير. اهلا يا ست سميه. شفت يا سنية اللي حصل؟ فتوة جديد ومن عيلة الناجي، مصيبة جديدة وحطت على راسنا. جدي عاشور الناجي لما زرع شجرة الفتوانة زرعها عشان كنتوا، انتوا مش حد غيركوا اللي استفيد من خيرها وضلها، وانا وربنا يشهد على قولي همشي على سلوه، دراعي مش هيترفع غير عشانكوا، قوتي مش هتظهر غير عشان تحمي الضعيف فيكو، وحد الله بيني وبين مليم يستاهلوا اصغر واحد فيكم. او ده كلام العصيم ابن الاصول. احنا رجالتك يا معلم، واحنا من ايدك دي لايدك دي. وانت يا عتريس، انا النهارده فرحتي فرحتين، فرحه بنسيب اللي اتسايد على الحاره، وفرحه بابن معلمي اللي وقف على رجليه وخد العهد بدراعه. ايه البلو اللي انت عاملاه ده يا فتحية؟ اقل منها يا سيد الرجاله. هما يعني كانوا سلطنوني على البر كله؟ سلطنوك على قلوب اهل الحته، نورت الحته، شرفت الدار ابو نسب. لو اقدر اقسم قلبي حتتين ودي كل واحد فيكم حته. بس بتوصي بالحته بتاعتي شويه. ده انا كنت واقفه وربنا بس هو اللي عالم بحالي، واقول له يا رب طمني على اخويا. راح مطمنك على جوزك. ولا معقول ايدي تتندي بالاذى على ابن سيدي ولي نعمتي، ده انا كنت اقطعها. تسلم لي ايدك ودراعك يا عتريس. تعيش يا معلم. اشرب الشاي ويلا بينا. زادك سابق. طب يلا بينا نلف على تجار الحته نلم الفرده. اهي اوام اوام كده، ده احنا لسه راجعين. استهدى بالله وارتاح لك حبتين. انا قلبي مش هيرتاح غير اما اريح اهلي حتتي، غير اما اخد من الغني ادي للفقير، الا اما اسمع الغلابه بيقولوا الحمد لله، ساعتها بس بالي يهدى وقلبي ارتاح. يلا بينا. ربنا معاكم. اهلا اهلا بالمعلم سليمان. اهلا وسهلا. شيل 8 شويله رز وثلاث زنابيل عجوه. يا معلم سليمان الامر اللي عندي 4 تشويله وزنبيل واحد بس. دي حصه الشهر اللي فات. السوق ماشي مع السمريه. شيل عتريس. ماشي يلا. استنى شويه يا معلم عتريس. معلش شويه. يا معلم سليمان اعمل معروف، استنى شويه لما يجوا اصحاب المال وابقى اتفاهم معاهم. حق الغلابه ما يستناش، اصحاب المال هم اللي يستنوا. شيل عتريس. ماشي. مفيش خردله هتخرج من هنا من غير اذن اصحاب المحل. يا ست ثانيه، ده المعلم سليمان الناجي الفتوه الجديد.
فتوى على نفسه مش على مال الغير. انا باخد حق الحاره، حق الفقره اللي فيها من الاغنياء اللي منها. يوه صحيح، لا مؤاخذه، ده انا نسيت، ده انت بقى فتوه الفقر. انا فتوه الحاره كلها الا انا. لا ده انت واخوك وابوك وبقيه العيله. بقولك ايه، انا شايفه كده بقى انك ليك مزاج تضربني قلمين. مشوا الست دي من قدامي قبل ما ارتكب جريمه. يا ست الثانيه امشي دلوقتي واخذ الشيطان. انا واقفه في ملكي والغريب هو اللي يمشي. لا بقى بالاذن يا معلمه، البنت دي لازم تتشبح على باب الحاره. استنى يا عتريس، لو ما كانش كلام الناس كنت وريتك مقامك، لكن ومقام الناجي الكبير لكن حاطط راسك في سبع ارض يا بنت السمري. بينا دلوقتي يا عتريس، انا مش هتفاهم مع الحريم. يلا يا مالك يا معلم، مش زي عوايدك. النوم طاير من عينيا. اغضب لك الجوزه؟ لا مزاجي متعكر. من ده اللي يستجري عكاره؟ بنت السمري. وديش تكون عشان تعكر لك مزاج؟ خليتني اعلي صوت عليها لما رحت اخد الفرده من دكانه. يا شيخ نام نام، اقول اعوذ بالله من كده النسى. ايوه اعوذ بالله من كده النسى. صباح الملك لله. صباح الخير يا دوما. صباح الخير يا معلم. صباح الخير يا معلم سليمان. صباح الخير. في عندنا كده نقله في الوكاله. وماله؟ صباح الفل. صباح الفل يا عتريس، اركب. على فين؟ نقله في وكاله السمري. يلا يا دوما اطلع. حاجة تاني تشكر كده قلصنا. البضاعة دي رايحة فين إن شاء الله؟ إن شاء الله على بيت السمري. وعرقنا هنتحاسب عليه هنا ولا هناك؟ وصلوا انتوا بس البضاعة وارجعوا بالسلامة، هتلاقوني مجهز لكم الحساب وفوق منه بوسة. خلي البوس لأصحابه، احنا بتوع الشقة بس. دستور يا رب يا ساتر. شايف العز عتريس؟ بس اللي يبص لفوق يتعب يا معلم. وهو فوق بعقل يا سيدي. كده نعمه، انت هتقف تتامل. طيب اروح انا اجيب بقيه البضاعه. انا جاي وراك. عجبك بيتي؟ واضح. استنى واضح. استنى. نعم خد. ايه دول؟ حق النقل. الحساب في الدكان. حساب الدكان حاجة وحسابي أنا حاجة تانية. أنا ما باخدش أكتر من حقي. يو أمال كنت حمق نفسك في الدكان كده ليه؟ عشان ده كان حق الناس اللي ما بفرطش فيها أبدا. ومستعجل كده ليه؟ رايح أشيل بقية البضاعة. يا دي العيبة، فتوة وتشيل على كتافك؟ أمال الفتوة يعمل إيه؟ الفتوة يقعد مطرحه، زين قعدته، يؤمر وينهي ورجالته تسمع وتقول امين. ده ما يبقاش فتوة، ده يبقى بلطاجي. بالاذن. بالاذن يا ست هاني. بنقول بالاذن. اعمل لك ايه؟ ما مش هنقعد النهار في نقله واحده. حاضر يا معلم. ايه اللي عملته ده؟ مش تفتح ياما؟ غصب عنك يا ست هاني. اصل انا انت ايه؟ انت صحيح عم بابي؟ الله، برضه المرة دي هتسكتها يا معلم ولا تسد ونرد عليها؟ مفيش داعي يا عتريس، برضه احنا ناس نفهم في الاصول، ولا حبش يتقال علينا بنعتدي على الناس في بيوتها. امرك يا معلم. يلا بينا. استنى انت، روح انت. يكون احسن. واستنى انا ليه؟ ما انا عربجي زيهم، ولا احنا على راس الريشه. انت على راسك تاج الفتوانة. هم اللي لبسوهولي. قصدك مين؟ العربجية؟
الشحاتين الحرفيش اهلي وناسي. لا يا سليمان، انت ما اتخلقتش عشان تعيش في وسط دول، حاجه تانيه خالص. انت لازم تعيش في سرايا. سرايا؟ سرايا كبيره، الخدامين تحت رجليك، والجواري رهن اشارتك، الكل مستني يسمع كلمتك، والكل عايز مشورتك. انت عايزه مني ايه؟ لسه مش فاهم يا سليمان يا ناجي. انا فهمي على قدي، انا عربجي. وانا نفسي ابقى فرسة العربجي. والله يا راجل انا شفت لك رؤيا ليله امبارح، ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك. خير اللهم اجعله خير. علمت يا سيدي ان في ناس طيبين طالبين القرب منك. كافه من اخوات الشيطان يا شيخ الحارث. الله، الشيطان ماله ومال الحلال يا معلم سليمان؟ حلال والباب مفتوح قدامك، مستنيك تخطي وتخش. اخش فين بس يا شيخ الحاره وانا حيالله حته العربات؟ يا راجل ما تنزلش من مقامك كده. لكن انا كده مش مستريحه، ما اقدرش اسيب العز وسرايه اهلي عشان اجي اعيش معاك في عربخانه. انا برضو عايش في عربخانه يا بنت الاصول. امال عايش فين يا ابن الحرفيش؟ في البدروم اللي شاف احلى ايام الناجي الكبير، اللي اتولد فيه ابويا وعاش ومات وهو فتوى على الخل كله. ابوك وامك كانوا غاويين فقر. وانا زيد عنهم في ايه؟ انت هتتجوز؟ هتجوزك واسيب البدرون وتعيش معايا هنا؟ ده الحرفيش تاكل وشي. وانا هتجوزك انت ولا هتجوز الحرفيش؟ انا فتوتهم. وانا بموت في فتوتهم. خلاص يبقى تسمعي كلامي وتعيشي معايا مطرح ما اقولك. وضرتي هتحيه؟ مالها؟ هعيش معاها تحت سقف واحد؟ وفيها ايه؟ ما انت هتبقي حلال والشرع محلل الاربعه. يا مصيبتي، يعني ناوي تتجوز اتنين بعدي؟ انت لا بعدك ولا قبلك يا سنية، انت خلاص اتربعت في قلبي وعششت في نفوخي. لحست مخك وما قايل حزن اكلت عقلك لحد ما نزلتك روحك. انا يا وليه؟ ما انت هترميني في الشارع اهو. ليه بس يا فتحية وانا كنت قليل الاصل؟ امال هتعيش معاها في السرايا؟ لا طبعا، هي اللي هتيجي تعيش معانا هنا. عايز تكدني يا سليمان؟ عايز تشعل النار في قلبي يا ناجي؟ لا اله الا الله، ما مش معقوله يا فتحيه اروح اعيش معاها في العز والفخفخه وانسى اصلي، انسى ناسي واهلي. عايز تذبحني تحت رجلي يا سليمان؟ لا اطمني يا فتحيه اطمني، ربنا قال وان خفتم الا تعدلوا، وانا مش خايف، انا عارف روحي كويس. أنا كل شيء عندي ماشي بالحق وبالعدل. شرفت بيتك يا عروسة. أمال فين فتحية؟ فتحية؟ بقى عايزاها تتوجد ليلة دخلتنا يا سنية، مش حرام عليكي؟ أنت إيه عايزة تقتليها؟ إن جبت الحق أنا عايزة أقتلك أنت. طب أما نشوف بقى مين اللي هيقتلك. إيه ده؟ ما تعرفيش. قولي يا عربجي.
العرباجي، انت مش طلبتي تبقي فارس العرباجي؟ امال فين الاسطبل؟ الاسطبل؟ قلت النوم يا عرباجي. تعالي معايا، تعالي. اهي قدامك اهي، سمي وخش برجلك اليمين. حاجة ثانية. هو ايه اللي عندي نقلة جوه وعايز احملها. مش عايزين النهارده، راح اشوف لك نقلة في حتة ثانية. ناحية ثانية. اسرح يا أربعة. عشان الباب. هربت من الشباك. عليك يا بنت السمري، لكن معلش تروق وتحلى. عيب كده يا سنية، افتحي. لما يجي مزاجي. وهيجي ازاي مزاجك وانا بره؟ يا سلام، ما تكونش فجر نفسك عنتر ابن الباب. طب مش فاكر يا بس سنية. يا بنت ابعد عني، ابعد عني. هتعمل عليا انا كمان بتوع. انا بتوع عليكي وعلى اللي شددولك كمان. ابعد عني وتوحد يا قاسي. سلمان دستور، دستور يا سيادي، دستور دستور دستور. خد يا جمال العمل ده، تحطه لها في ترشيتها، هتبقى في نظر جوزك قرده ويجيلك مشتاق في ليلتها. واحبل يا خاله. الا تحبلي، كنت هتجيبي بدل العيل داستا دستور. اسمع منك اللي ما يخيب راجل عبده. بس بقى حكايه الاسياء، رقبتي عشان نسيان. عاوزين ديك احمر بعلامه بيضاء، وخروف اسود بليه مدلدله، وجوز فراخ بداره عزاره، ما نستهمش ديك لا في عشه ولا في حاره. كل طلبات لي سياد مجابه، بس سليمان يرجع لي واخلص من بنت السمري. دستور دستور يا سيادي دستور. مش قصدي
انت نسبك يشرف كل حاجه يا معلم، لكن احنا ناس واخدين على تربيه السرايات ولينا معامله جنس تاني. واذا كان اول النسب كده امال اخرته تبقى ايه؟ انت نسبك ما يهمنيش، انا اللي يهمني مراتي، وان كان رايها من رايك يبقى خلاص ما عنديش مانع، نخلص من بعض وكل واحد يروح لحاله. وانا على لسان اختي اقدر اقول لك انا ليا لسان اتكلم بيه يا مصطفى، وانا ما طلبتش منك تعمل لي افوكادو. سيبنا لوحدينا شويه. وراس عاشور الناجي، لو واحدة غيرك عملت عملتك دي وسابت البيت من غير رضايا لكنت دفنتها تحت التراب. ما انا عارفة انك بتحبني. طب لو حبيبك عسل ما تلحسوش كله. مالكش دعوة بالعسل، خليك انت قاعد مع المشة بودودو. ارجع بيتك يا سنية. انا قاعدة هنا في بيتي. بيتك مطرح ما يكون جوزك يا سنية. بيتي مطرح مرتاح يا روح سنية. كده اهو. طب روحي ولدي. ما تنطقهاش، اوعى تقولها. وحياة ابنك اللي في بطني. بتقولي ايه؟ انتي ايه؟ هجيب لك فتوة نونو. يا الطف الله، واقفة معايا وبتتكلمي وبتروحي وبتيجي. امال هعمل ايه؟ تروحي ترتاحي في سريرك. مطرح ما يريحك ويعجبك. وانت؟ انا لو اقدر اسيب بيتي اقدر اسيب ابني. طيب على شرط. قول يا سنية. ما دمت حابة ام اولادك ما حبش تبقى لي دور. قصدك تطلق فتحي؟ يا معلم اسمح لي اتشرف واقعد معاك. ما تقعد يا عتريس، وانت محتاج اذن. بتهيالي ان الكلام معاك الايام دي بقى بحساب يا معلم. بقول لك يا عتريس، انا ما فيهاش عقل الكلام ده. انا سايب سنيه في البيت بتولد. عارف يعني ايه بتولد؟ يعني بتخلف لي اول عيل في عمري. يا سيدي ربنا يقومها لك بالسلامه. بس ما دام خايف عليها قوي كده، شرع ربنا بيقول انك لازم تسال عن التانيه ولو شويه. تانيه؟ اه فتحيه اختي مراتك، نسيتها ولا ايه؟ اقول له سايب سنيه في البيت بتولد يقول لي فتحيه؟ ده جرى لعقلك يا عتريس. انا برضو اللي جرى لعقلي، انا اللي قلعت الخيش ولبست الحرير، انا اللي نسيت فحل البصل وكلت الزفر، انا اللي بقالي 15 سايب مراتي ملقعه في البدرول ونسيت نفسي ومايلت دماغي على ريش نعام. مش عيب ان الواحد ينعم في دنيته، لكن العيب انكم تحسدوا غيركم لما ربنا ينعم عليه. انا حاسب لكم القهوه باللي فيها عشان تاخدوا راحتكم في الكلام عني والقر عليا، وان حبيتوا كمان اسيب لكم الحاره بحالها ما عنديش مانع. وانت كمان قول لاختك تنساني وتنسى شكلي من دلوقتي. اختك طالق. ايه الاخبار يا مصطفى؟ لسه دايما معاها جوه. يعني مفيش صوت مفيش حس؟ هدي اعصابك. امال يا معلم سليمان. طب ما تدخل لها انت يا مصطفى. ما يصحش يا معلم. وايه بس اللي ما يصحش؟ مبروك يا معلم ولد. ولد؟ بتقولي ولد؟ لا سمي قبل ما تشيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
انت رفعت راسي للسما وسط الناس. يعني مبسوط مني يا سليمان؟ مبسوط وبس، ده انا حطير من الفرحه. سميه ايه معلم سليمان؟ ايوه صحيح، اسميه ايه؟ اسميه ايه؟ يعني صوتك خضرة؟ صح، خضر، هو خضر. انا هربيه على الفتوانة. لسه بتفكر في الفتوانة يا معلم سليمان؟ ما هو يستحيل الفتوانة تطلع من عيلة الناجي. ما هو برضو ابني وعيلة السمر يشركة فيه. يعني ايه يا سنية؟ يعني تسيبهولي ربيه بقى زي ما انا عايز. شوف اما اقولك، خضر هربيه على الفتوانة. انت بقى جدعاني كده وربنا يكرمنا ويجيلك وقت تاني ابقي ربيه زي ما انت عايزة. اتنين يا عفريس، اتنين يا ربي، ولا اللي عشت معاه العمر ما خلفش حته عين يفرح قلبي. الله، هتعترضي على مشيئه ربنا يا فتحيه؟ استغفر الله، بس كان نفسي يسيب لي حاجه من ريحته افتكره بيها بعد ما طلقني. كان نفسي ابقى ام في توبه الحاره زي ما كنت مرات في توبه الحاره. ما بقاش منه يا فتحية، ما بقاش منه يا اختي. سليمان طليقك والف على اكل اللحمه. انا بقيتش عارف اودي وشي من اهل الحاره فين. ربنا يستر على اللي هيحصل. صباح الخير يا معلم. صباح الفل يا عتريس، اتفضل. يزيد فضلك ويوسع في رزقك كمان وكمان. يا سيدي، أي حاجة عشان العيال. ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم. الحقيقة خضر وبكر بقوا منورة الحارة. مش الحارة وبس، دول نورة مصر المحروسة كلها. ولو إن في غلطة في اليافطة المتعلقة بره. غلطة إيه يا عم عتريس لا سمح الله؟ اهلا يا بكر. صباح الخير يا خضر يا ابني. صباح النور يا عم عتريس. تسمعتوا الكلام؟ احب اعرف الغلطه ايه. الغلطه في الاسم اللي على اليافطه، بدل خضر وبكر الناجي كان لازم تبقى خضر وبكر السمري. كلام ايه ده يا عتريس؟ دول جايين من صلب راجل يا جدع. راجل وابن راجل يا معلم سليمان، انما بقى عاشور الناجي وشمس الدين الناجي اللي هو المرحوم ابوك وجد العيال دي لازم عاش ومات وسط الحرفيش، واللي عايز يحمل اسمه لازم يفعل فعله. يعني كنت عايز بابا يعيش ويموت تشحت عرباجي زيك؟ الله 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 الله، مش كنت تقول لي ان كارنا بقى معيار يا معلم سليمان؟ جدنا الكبير كان عرباجي يا عم عتريس، وابويا لحد دلوقتي بيفتخر بكارو القديم. الله يفتح عليك يا ابني. عموما انا مش عايز اعطلك، أنا عارف إن وقتك دلوقتي بقى يتوزن ذهب. اللي عايز أقوله لك قبل ما أمشي، إن الحارة اتيتمت وما بلقاش كبير يا معلم سليمان يا ناجي. كلامك هو اللي بقى أكبر منك يا عتريس. يعني إيه ما بلقاش كبير؟ أمال أنا رحت فين؟ رحت للأغنياء يا معلم. وأنا كفرت لما اغتنيت؟ إن شاء الله ربنا يديك مال قروب. إنما زكي، ادفع حق الفقير. شفتني قصرت؟ مش انت لوحدك يا معلم، كل اكابر الحاره ما بقوش يدفعوا. ما هو محدش مخوفهم، ما انت بقيت معاهم. انا فتوت الحرفيش. مش بالكلام يا معلم، الفتوانه بالفعل. يعني انت عايز ايه بالظبط؟ يكبش ويديهم؟ الكلام ده كلام كبار يا بكر، ما تتدخلش بينهم. يا معلم سليمان انا باقي على العيش والملح، وعشان كده انا بنبهك. بابا ما حدش يهدده. ابوك ما حدش بيهدده يا بكر، عم عتريس بينبهه. شايفني عاجز نظر بتاخد بايدي يا عتريس؟ ده اللي هيوصلك لبر الامان يا معلم. الحرافيش في جوفها نار ايدا، لو فتحت بقها النار هتخرج من جواها تاكل اللي قدامها، لا هيهمها صغير ولا كبير.
انا هديك دلوقتي قرشين تفرقهم على الحرافيش دول من عندي لحد ما اتصرف لك في الباقي. افتح اباك الخزنه طلع كيس فلوس. لا يا بابا لا. وايه اللي يا بابا؟ الفلوس دي بتاعتنا احنا، بتاعت انا واخويا، مستحيل اوافق انها تروح للعواصليه دول. غلط يا بكر. غلط ازاي يا خضر؟ الفلوس دي فلوس ابوك يا بكر، وهو ادرى بالمصلحه. اذا كانت فلوسه زي ما انت بتقول يبقى كسبها بعرق وشقاه، مش عشان يرميها لشويه عواصليه بترمي بلاها على سيادها. وبعدين يا واد في الغلط ده، ما تفهم ابنك يا معلم سليمان، قول له الحرافيش دول يبقوا ايه؟ هيكونوا ايه يعني؟ شحاتين، حراميه، بلطجيه. اتفضل يابا. خد عتريس وصل لهم دول، وانا بعد كام يوم هبعت لك غيرهم. وانا مصدقك يا معلم، بس على الله بقى هم يصدقوني. بالاذن. مع السلامه يا عم عتريس. حرام يا بابا، حرام ترمي شقانا في الهوا. اسكت يا ابني اسكت اسكت. انت اصلك ما تعرفش الحرافيش. خلينا قافلين عليهم الباب. ده لو حد فتحه يبقى فتحنا على نفسنا 100 باب من ابواب جهنم. اختشوا على دمكم شويه، جوعوا علشان هو يشبع، اتعروا علشان هو يتكاسي، يلبس ويتطقم. خلاص اللي اختشوا ماتوا، طب موتوا عشان هو يعيش. ده سليمان الناجي شكو ابن شكو. قالوا القمر في السماء والزلزله على الحيط. لو انت السادس الدلدل على قفل ابعد. حلو منك على قد سنك. بايخه على تقل دمك. مقبوله. الله ما تروح بقى الحالة. انا قتيل حضرتك. طب خد وبقالك. يا محمدي ده انا طرشه. طب تعال. والله راجل ابن راجل. هو انت تعرفه؟ حد ما يعرفش ابن سليمان الناجي فتوتنا؟ هو ده ابن الفتوة؟ تكونيش انت غريب عن الحتة. اصلي متربية عند ستي في طنطا. شايل لها بدوي.
داعي بقى. يا واحدة بنت عالة. جمال بن سلطان ملاها لف. خلي بالك يا واد من الوكالة. وريني. حلو قوي. مش القمر برضه بيطلع بالليل بس؟ ايوه، لكن ممكن كمان نوريكي النجوم في عز الظهر. الله الله الله، طيب ما طيب احسن. طب يلا جر عجله. انت منين يا شباب؟ ما تتلم بقى، يلا يا اختي يلا. طب بس اعرف طريقك فين؟ طريقي من ناحيتي. اتفضل بقى امشي. يووي خد كل دي كمان يا كيطلع بعافيه. ما كفايه وليا ايه، انت ناويه تذبحيني على عيد الكبير؟ الحمد لله على كده. وانت يا حبه قلبي ما بتاكلش ليه؟ ما هو كان في اسنانه لما شبع. كنت ايه اللي يخليك تتخانق وتعمل زي الشمحطجيه بتوع السكك؟ يعني عايزاني اشوف العيبه يا اما واسكت عليها؟ ما تبقاش جدع. نبي تسكت انت وتنقطنا بسكاتك. ما انت لو كنت تعبت وحبلت وولدت وتعذبت فيهم كنت حسيت بشحتفة قلبي وهو داخل عليا مضروب وضارب. ياما اسلم دراعك. سليمان يا ناجي، ما تطخنش ودن الواد. ولادي محترمين، ولا هم شضاليه ولا بتوع خناق. اصل يا ماما انت مبسوطه مني، لا بضرب ولا بتضرب. انت يا حبيبي ربنا يكملك بعقلك ويبعد عنك وزات الشيطان واللي من ريحته. وبعدين بقى يو، وانت مالك؟ لو انت من ريحته. انما يعني تستاهل العلقه اللي كلتها مجانا دي. ايه تتكلم عن مين؟ عن الحلوه اللي سايحه دمك. هي اسمها ايه؟ معرفش. طب انت مين؟ معرفش. طب ساكنه فين؟ ما عنديش فكره. يوه انت زي بالظبط يا جدع. انت كمان؟ انا كمان معرفش حاجه. لما البنت اللي شفتها النهارده دي تقولش ايه؟ مصنعيه يا جدع، عليها اوام في لفه الملايه. خلاني الف حوالين نفسي كده، الف كده الف كده الف كده الف كده الف كده الف كده. بس اللي يتعب يا بكر. التعب على قد الاجره يا جدع. وبعدين البنوته دي تستاهل ان الواحد يرمح وراها لحد بلاد تركب الافيال. وبعد ما تركب الافيال اجيبها لحد فرشتي هنا. هنا اهو يا بني ادم اتقي الله، ما يصحش كده تتكلم عن بنات الناس. عيب. عيب؟ هو الحلال عيب؟ يعني انت عايز اتجوزها؟ انت تتجوز؟ لو ما اتجوزت ليه؟ ناقص حته؟ طب 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 ما تزعلش روحك قوي كده، انت باين عليك وقعت ولا حد يسمع عليك. وبعدها لك بقى هتفضلي كده، لا على حامي ولا على برد، ما تنامي. اعمل ايه؟ صرت مش عاوزه تفارق خيالي ابدا من لا. ده انت زي ما يكون اتعمل لك عمل. مش عاوزه حد يفكه ابدا. سبحان الله، بقى يا واد تبات عاقل تصبح مجنون. جرايه بقى يا ماما، ويعني عشان عايز اتجوز ابقى مجنون؟ ما دمت مش عارف اصلها من فصلها. وهي دي برضه تفوت على ابنك؟ اسمها رضوانة. بنت مين؟ المرحوم الحاج رضوان الشبوكشي العطار. تعرفي يا زين ما اختار ده حالك مصطفى صاحب اخوها ابراهيم الروح بالروح. تبقى تحدد. وهي في حاجه تتعقد في ايدين امك يا يا حلو انت يا حلال العقد انت. امال ابويا حبك ليه؟ احبك يا رب. يا انت بتعملي ايه عندي؟ ايه؟ انت ركبتك ركبتي ايه؟ ايه؟ ما انا لما قرصك في ركبتك هحصلك في جمعتك. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مراتي سليمان الناجي الفتاوه جايه تخطبك لابنها. انت بتتكلمي جد؟ هم قاعدين تحت اهو، مامته قاعده مع مامتي تحت. شفتي؟ عشان لما اقول لك القلوب عند بعضها تبقي تصدقيني.
اهو فضل يسال عليا لغايه ما عرف انا بنتي مين وبعرفي نمته. امال يا رب يا حبيبي يا ابن الفتوه. ولا لا ده بعد ما ضرب الولاد العلقه اللي هي يبقى هو الفتوه نفسه. لا ابدا يا ماما بس سيبينا لوحدنا دلوقتي يا وفاء عشان عايزه اتكلم مع اختك. شوفي يا رضوانه يا بنتي الكلام اللي هقوله لك ده عايزاكي تحطي حلقه في ودنك. حاضر يا ماما. كلها يوم والتاني وهتروحي بيت الناجي طبعا عارفاه. ايوه الفتوه. لا مش هو الفتوه. الفتوه تبقى ثانيه السمري. مش فاهم. ثانيه هي اللي بتحكم جوزها وجوزها بيحكم على الحاره. يبقى اللي جام في ايد مين؟ في ايديها. يعني لو عايزه تعيشي متهنيه لازم تبقي تحت طاعه. ايوه يا ماما بس انا هتجوز ابنها مش هتجوزها هي. قصدك ايه يا بنت؟ قصدي انا ماليش دعوه لا بالفتوه ولا بمرات الفتوه. انا فتوع جوزي تحت امره وملك ايديه. جوزك يا حلوة. جوزي يعني ايه؟ تعالي تعالي ما تخافيش. ما تخافيش. الله الله انتي ايه؟ انتي ايه؟ مكسوفة؟ تعالي تعالي ما تخافيش. تعالي لو سمحت. انا ابوك انا جوزك انتي مراتي. الليلة هتبقى ام حياتي. انا بستنى اللحظه دي بس. مسافة ما بنت الناس بتصدني ليه؟ أنا قصرت في حاجة. أعمل معروف سيبني في حالي. أسيبك إزاي؟
ده انا من ساعة ما شفتك ابوك سيبني، بقول لك سيبني سيبني لحسن هصوت. طب 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 خلاص خلاص، بس ما تصوتيش. افتح يا عريس. يا نهار اسود، دي ماما. اعملي معروف غيري هدومك بسرعة. يلا ما تفتح يا عين مامتك. حاضر، ما انا هفتح اهو، وبالمرة امسحي دموعك. افتح يا عريس. حاضر، ما انا هفتح اهو. حاضر. يا ربنا شحيل، الله لا يسيئك. ما انا جاي اهو. صباحيه مباركه يا عرسان، اتفضلي يا عدنان هاني. سلم على حماتك يا عريس. اهلا يا حماتي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. اتفضلي. العروس. العروسه العروسه اهي اهي. ده كحلي عروسه، شغل على اسمك. الفطار جالكم النهارده بس، لكن بعد كده هتيجوا تفطروا معانا. اي والله، ده انا صبح ميت من الجوع. يا لهوي، ايه ده يا حبيبتي؟ انت كنت بتعيطي؟ ابدا. وهعيط ليه؟ الف مبروك يا بنتي. عروستك بتعيط ليه يا ولد؟ بتعيط؟ دي من فرحتها ولا من خيبتك؟ فشل. ما رضيتش يا ماما. ما رضيتش وسبتها. طب وانا اعمل ايه؟ اكتفها؟ يبقى اكيد فيها ان ودين النبي نكون فضحها والى امها. لا بلاش، الليله دي ان شاء الله كله هيبقى تمام، بس هي تلاقيها كانت مكسوفه. بلاش نجرحها ونزعلها مننا. يا حنين بالقوي، لحيتي والدي بقى لها خاطر في قلبك. اسوان اخر زمان. مش تنده لعروستك تفطر معاك يا بكر؟ صحيح. تعالي يا رضوان، تعالي افطري. شفتي؟ شفتي المصيبة اللي حصلت لي؟ عرفتها من امبارح، من ساعة ما شفت العريس قاعد في الزفة بين اصحابه. اخوه ولا بالي وبلا اخوه. وهتعمل ايه في الدنيا دي؟ مش عارفة، مش عارفة، مش قادرة افكر، مش قادرة. وانت بقى ناوية تقعدي النهار بحاله في سريرك يا عروسة؟ قومي يا رضوانة، حماكي قاعد بره. قومي صبحي عليه وبوسي ايده. وبالمرة تتعرفي على اخوك؟ اخويا؟ خضر ابني اسم الله عليه، اخو جوزك. مش يبقى اخوكي برضو؟ حاضر حاضر. العروسة وصلت. اهلا 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 بعروسة ابني. الله، ما تسلمي على خضر، في واحدة تتكسف برضه من اخو جوزها. عن اذنك يا ابني، خدني معاك يا ابني. ما يصحش نكتم على انفاس العرايس يوم الصباحيه. سيبهم يتهنوا ببعض. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش يا خضر يا ابني، الشغل هيتقل عليك شويه من دول. وماله يابا؟ اخوك بقى لسه عريس جديد وعايز يفرح مع عروسته. ايوه لازم يفرح. الله 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 الله. يا خضر يا ابني، انت متضايق ان اخوك الصغير اتجوز وانت لسه؟ لا يابا، ابدا ابدا. لو عايز تتجوز شاور لي على بنت اقعص جعيص، وانا اجيبها لحد عندك خدامه تحت رجليك. لا يابا، انا مش عامل حسابي على الجواز دلوقتي. والله يا ابني معاك حق، كانوا خدوا ايه اللي اتجوزوا؟ حاكم الجواز ده عامل لا مؤاخذه زي الجزمه، تفرح بيها قوي ساعة ما تشتريها، بعد كده تقفش في رجليك وتفضل تعرج بيها بقية عمرك. يا ريت الواحد كان فضل حافي. يا
لسه خايب؟ ما هو مش بإيدي. ما هي المصيبة إنه مش بإيدك. ما أنا ما أقدرش أخسب. ما هيش محتاجة للغصبانية. أمال بتعرفني ليه بس؟ كهن بنات. بس مش هجيبها بقى. ليه يا حبيبي؟ فيك إيه يتعايب يا أخوي؟ أنا عارف بقى. يمكن بتتقل عليك عشان تجرك من قفاك، كنت لفها قبل ما تلفك. ماما على فين؟ راح اديها كلمتين في عظمها. ما بلاش يا خويا خاصين. لما تبقى في بيت الشبكش يا حبيبتي تبقى تأمري وتنهي فيه زي ما انت عايزة، لكن بقى طول ما انت هنا بيت السمري محدش هنا له كلمة غيري. ليه كده يا ننتي؟ هو حصل مني حاجة؟ البيت ده بيتي واللي يؤمر وينهي فيه هو أنا. طب ما هو بيتي أنا كمان. لا يا روحي، هنا بقى الكلمة كلمتي والشورى شورتي. بس أنا بقى ما تعودتش إن حد يمشي كلامه عليا. تبقى زنيتي على خراب عشك يا مرات ابني. خلاص يا جماعة هدي نفسك شوية يا ماما. دي واحدة داخلة ترمي بلاها عليا من غير ما أعمل لها حاجة. معلش يا رضوان يا حبيبتي، حقك عليا أنا. وكمان بتستسمحها يا خايب يا نايب يا عديم الهمة والمروة؟ في إيه يا جماعة؟ صوتكم جايب آخر الدنيا، إيه اللي حصل؟ أمك اتهزقت يا خيب. حصل خير يا ماما؟ أنت عاوزة إيه بالظبط؟ خلاص بقى ما تكبريش الحكاية يا رضوانة. صلوا على النبي يا جماعة. انزل أنت بكرة على الوكالة دلوقتي. وأنت يا أم روح انزلي اوضتك دلوقتي. تعالي يا ام تعالي. سيب ايدك من عليا، ابعد عني خالص. خسرت التسعة اشهر اللي شلتك فيهم على قلبي. تعالي يا ماما. معلش ما تعيطيش، خلاص بقى عشان خاطري. وانا ايه اللي مخليني مستحمله ده كله؟ ما هو عشان خاطرك انت. انا مش فاهم. ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ تحت امرك. اقعد. فاكر لما اتخانقت مع العيال اللي كانت بتعاكسني؟ ايوه. سألت عليك وعرفت ان انت ابن الفتوة. وبعدين؟ بعديها بكام يوم قالوا لي مرات الفتوة جت تخطبك لابنها. حصل. دارت فرحتي وقلت ربنا استجاب لدعائي، جاب لي ابن الفتوة لحد عندي. اخويا زين الرجالة. كنتش عارف ان ليك اخ. يعني ايوه. لكن انا عمري ما فكرت اني اكون لاخوك، انما بقيتي مراته على الورق بس، وعمري ما هكون لحد غيرك انت. انت مجنونه، الكلام اللي بتقوليه ده تطير فيه رقاب. كل اللي هقدر عليه اني اعتبر نفسي ما سمعتش منك اي حاجة. اوعي تفكري في الموضوع ده تاني ابدا. Thank you.
صباحية مباركة يا عروسة. هو ده التمن اللي اشتريتني بيه؟ التمن؟ ده انا ادفع فيك كنوز الدنيا كلها ما كفكيش. ومين فينا اللي اشترى التاني؟ ده انت اللي بعتي واشتريتي فيا على كيفك. ده انا خدامك. ده انا عبد من عبيدك. ابوس التراب اللي بتغطي عليه برجليك الحلوه دي. يا حلوه قوي. يا حلوه 24 قراط. اهلا يا سليمان. الله، مالك؟ الولد حاله مش عاجبني اليومين دول يا سنيه. مين فيهم؟ خضر مساهم على طول ومخه مشغول زي اللي بيفكر في حاجه، بيدور على حاجه، مش عارف، يمكن غيران من بكر عشان اتجوز قبله. كلمته في الموضوع ده طلع انه ما بيفكرش في الجواز. يوه، امال جرى له ايه يعني؟ ما انا بقول لك ما اعرفش، انما انا فكرت قلت اخليه يسافر مع اخوكي، يروحوا ويتسوقوا شويه بضاعه للوكاله، يمكن السفر يروق باله. يسافر فين؟ خضر مش ممكن يسافر هو بالحلاوه دي. اللي هيسافر بكر. يا وليه يا بكر لسه متجوز، سيبيه يتهنى مع مراته شويه. لكن انا مش عايزاها تتهنى بنت الشبكش دي. يا سنيه بلاش افتراس، هي يعني عشان خدت ودك معاك بكلمتين تقومي تزعبلي معاها بالشكل ده؟ لازم اجيب مناخيرها الارض، لازم تعرف ان انا هنا الكل في الكل، وبكر هو اللي هيسافر يا سليمان يا ناجي. اسافر؟ اسافر ازاي؟ ده انا ما صدقت انها ردت عليا. هي مين دي اللي ترضى وما ترضاش؟ هي كانت تقول تتجوز من ولاد السمري ولا ولاد الناجي؟ وهي اتجوزت وخلاص. ويا شوم ما اتجوزت يا اخويا، ما انت بقيت خاتم في صباحها، شبشب زحافي في رجليها. يا ماما حرام عليك، ده احنا بقالنا كام يوم متجوزين بس وتقولي لي اسافر. ومين فيها ايه لما تسافر؟ واسيبك وانا يعني هتاكلني القطه؟ ما انا هستناك لما ترجع. ايوه بس يمكن السفريه طول. اهو كله فايده. ازاي بس؟ غيابي عنك يبقى فايده؟ قصدي يعني هتتعلم اصول التجاره، تفهم في البيع والشراء. انا عاوزاك تبقى احسن تاجر في البلد، عاوزاك تبقى احسن من اخوك وتضربه على عيني. انت شايفه كده؟ سافر سافر يا حبيبي، سافر وانا هستناك على نار. فيه ايه؟ اتكلم وريح قلبي، ما تسيبنيش كده شايل الهم. بعد الشر عليك من الهم يا عم. صدقني انا كويس، مفيش حاجه. كويس ازاي بس؟ هو انا ما فيهاش عينين؟ ابدا يابا، انا بس زي ما تقول بفكر في الشغل، واكره اخويا اللي سافر، اصله هيوحشني قوي. طيب يا ابني قوم بينا، قوم بينا نروح. اسبقني حضرتك يابا وانا هحصلك. رايح فين؟ رايح القهوه شويه. ومقام الناجي اتغيرت. انت ابني من امتى بتقعد على قهاوي؟ اديني بتسلى. وماله؟ اتسلى يا ابني. سلام عليكم. سلام يابا. الله يمسيه بالخير، المعلم سليمان الناجي كان زمان يقعد وسطينا هنا في القهوة، إنما دلوقتي خلاص بقى مش فاضلنا. الدنيا تلاهي يا عم ادريس. مظبوط يا خضر يا ابني، الدنيا تلاهي، كل واحد ملهي في حمله.
الله يكون في عون ابوك، شايل حملين، الفتوانة والتجارة. معلم سليمان قدها وقدود يا عم عتريس. ما قلناش حاجة يا خضر يا ابني، ما قلناش حاجة. إنما يتعب قلبه ليه؟ من غير لف ودوران، قولي اللي في قلبك. شوف يا خضر يا ابني، الحارة كلها مشاكل. الأغنية مقصرة والحرافيش مزمزقة، وعايزة اللي يقف بينهم قبل الاتنين ما يعضوا ببعض. وأبويا مش هيقدر يقف لهم؟ ما قلنا التجارة شغلاه، وأحسن له يتنازل عن الفتوانة. كده؟ بالساهل؟ أبوك تقل وريح، والفتوانة عايزة اللي صاحلها. زي مين يا معلم عتريس؟ زي أنا. عايز تبقى فتوة الحارة يا معلم عتريس؟ آه، واطمن مقام المعلم سليمان هيفضل فوق راسي. لا يا معلم عتريس، ابدا. الفتوانة اتنشت في الحارة دي على ايدين الناجي الكبير، وهتفضل سلسال عن سلسال بين ايدين ولاد الناجي. وسليمان الناجي طول ما هو عايش هيبقى هو الفتوة، ولا فيش فتوة غيره. انا تعبان الليله دي سنية. الليله دي بس؟ اللي جرالك جرالك من زمان، ما خلاص راحت عليك يا معلم. اخرسي. سكتني لو تقدر، اكسر عيني لو شاطر. اخس عليك يا سنية، مش قادرة تستحمليني. هو انا قادرة استحمل نفسي لما هستحملك انت كمان؟ اسمع بقى يا راجل، انت من الليلة دي مالكش دعوة بيا ابدا. اوعى تمس شعرة من راسي ولا تدوسلي على خيال، فاهم؟ فهمت يا سنية، فهمت. ما انتوا كده صنف الحريم زي الدنيا، غدارة، اللعبة بتتغير في ثانية في لمح البصر. بس اذا كنت فاهم ان انا خلصت تبقى غلطانة يا سنية. انا هفضل سليمان الناجي الفتوة. فتوة من غير نبوت أحسن له يموت. عشان تقوليها؟ كان لازم اقول اني وافقت اتجوزك انت، اني بحبك انت، ان قلبي مش ممكن يكون لحد تاني غيرك انت. الكلام ده قلتيه قبل كده، مش عايزك تقوليه تاني. هقوله لكل الناس، هقوله للدنيا كلها، هقول لهم اني ما بحبش بكر، لازم يطلقني، انه لازم اتجوزك انت. رضوان، انت مش عارفه ايه اللي بتقوليه ده؟ عارف وفاهمة، ولو حطوني في النار هقول كده. خضر، خضر انت لازم تيجي معايا. ابعدي عني. لازم نهرب. ابعدي عني. خضر انا بحبك. انت مرات اخويا، ابعدي عني. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. تفكر. وانا غلطت في ايه؟ انتوا كلكم غلطتوا فيا. امك شريتني ورميتني تحت رجلين اخوك، وانا كنت عاوزاك انت، واعتبرني جسم من غير قلب ينهش وقت ما هو عاوز،
انت شايفني وانا بتعذب، مفكرتش تمدي لي ايدك، مفكرتش تنقذني من النار اللي بتحرقني كل يوم. انا بتحرق بموت، ارحمني يا خضر، احميني، ابوس ايدك. امشي اطلعي بره، مش عايز اشوف وشي كده تاني، بره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل يا معلم سليمان، سي بكري وصل. يا ألف نهار أبيض، أخوك بكر وصل يا خضر. حمد لله على السلامة يا بكر. الله يسلمك يا بابا. يا ألف حمد لله على السلامة يا ابني. أهلاً أهلاً أهلاً. وحشتني يا بابا. أنت اللي وحشتني يا ابني، أهلاً أهلاً. اجرى واد هات لنا اتنين عناب من عند الشرباطي. حاضر يا معلم. طمنا يا حبيبي عملت ايه؟ اما بقى اتفقت لك على شويه بضايع انما هتعجبك قوي. لا وايه؟ اسعار اقل من السوق كله. يعني ما اتغلبتش؟ فاشل، حتى بقى اسال خالي. وبعد اذن حضرتك بقى انا ناوي السفريه الجايه يعني اسافر لوحدي. كده اهو طوالي. ما خلاص بقى، ما احنا عرفنا سر الصنعه. يا شغلانه. يا خضر مالك مبلم كده ليه؟ ايه؟ ما انتش فرحان اني رجعت؟ الف حمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك. ولا تكونش غيران عشان سافرت وطلعت اشطر منك. ما تقولش كده يا بكر. عموما المره الجايه انا ناوي اخدك معايا واعرفك سر الصنعة. يلا يا عم. انت عارف اني بخاف عليك اكتر من نفسي يا بكر. اه طب اخبار جماعه ايه؟ مين؟ يا اخي رضوان. الله، قاعده في البيت مستنيه جوزها العبيط. عبيط؟ طبعا عبيط. بقى بذمتك في راجل عنده حس يغيب عن حريمه المده دي كلها ويجي راجع الشغل. في دي معاك حق يا معلم سليمان. صحيح يعني، صحيح انا عبيط قوي يعني. طب طبعا اذنكم بقى. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. وده توب اول ما عينيا وقعت عليه شفتك فيه. اصل من اللون اللي انت بتحبيه مش كده؟ شوفي. الله، ولا الحته دي كمان؟ يا سلام. شوف يا سلام. ايه ده؟ ولا كمان الحته دي حته حرير اصلي، انما ايه؟ ناعمه قوي. جلسي كده بس مش انا من خدودك الحلوه دي. ايه يا رضوان مالك متضايقه ليه؟ ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ ده انا طول السكه بمني نفسي اشوف ابتسامتك اول ما ادخل عليكي. فاهميني ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. قلت لك مفيش حاجه يا بكر. انت بتعيطي كمان؟ يبقى لازم في مصيبه حصلت. هي ماما مفيش غيرها. زعلتك مش كده؟ ابدا ابدا يا بكر. ما هو مش معقول يكون بابا ده بيحبك كانك واحده من عياله. يكونش خضر. هو خضر. هو مفيش غيره. اتكلمي يا رضوان، قولي لي عمل معاك ايه؟ ما تخبيش عني حاجه. بكر مفيش داعي تقلب المواجع علي. حصلت لدرجة المواجع؟ كل اللي اقدر اقوله لك احنا مستحيل نقدر نعيش هنا تاني. لو بتحبني صحيح لازم تاخدني في اي مكان تاني عشان خاطري يا بكر. ان شاء الله حتى في مدرون، في اوضة في وسط طوح. المهم تبعدني عن هنا، خدني بعيد عن الخطر. الخطر؟ بكري منك للتقبل. انا هشرب من دم. الحمد لله. بعدين يا ماما بعدين. نكدت عليه يا اختي وسممت بدله؟ مش فاهمين عملت فيه ايه؟ ما هو كان عندي، ما سالتوش ليه؟ وايد عندك كمان 12 قرداب بعدس اسناوي بين اصفر وبجبه. يا جاي! يا خاين اللي غشاش! خطار! انا هشرب من دمك! بين اربع حيطان. يلا الحقيقه
عايز اعرف الحقيقه. ويا ويل يا سواد ليلو اللي هيخبي حاجه من اللي حصل. رضوانه اتكلمي. قلت اتكلمي مش عيطي. ايه اللي حصل؟ قلت ايه اللي بكر؟ كل اللي قلته اني عاوز اسكن بره. ده كلام ما يخرجكش عن العقل. لكن معناه انها مش عايزه تعيش في بيت واحد مع النادل ده. والسبب؟ كان باين على وشها يا بابا. انا عايز كلام صريح. رجعنا تاني للعياط. ايه اللي حصل؟ انت يا خضر ايه اللي عملته؟ ربنا شاهد ومطلع. اني ما دوستلهاش على طرف. يا معلم صل على النبي. هو اكيد فهم غلط. ما حدش طلب شرطك. وما قام الحسين. الشيطان دخل بيتنا. لو الشيطان دخل بيتنا يبقى احنا اللي فتحنا له. حلو صابتنا يا ناس. انا عايز اعرف اس البلا مين؟ مين السادي ومين الكذاب؟ مين البريء ومين اللي يستاهل حل دمه على الخراب اللي عايز يجلبه للبيت وللعيله؟ اتكلموا. رد يا رضوانة. عايز اسمع صوتك يا سخن. هرب يا بابا هرب. تعال يا ولد. شفت يا بابا؟ ولا فيش بريء يهرب من تهمة. اعترف المجرم. اعترف بعملته السودة. طب زي ما هو تعب قلبنا عشان نشوف لابنه، هو يتعب معانا كمان شوية. يعني ايه؟ يعني يا معلم عتريس يهز طوله ويلف لازمة على أكابر الحارة ويجيب لنا حقنا. يا سلام، يدور لكم على حقكم ويسيب دونا ضايع. ما كل واحد فينا شايف ابنه بيضيع منه من الجوع. مش ناقص منا غير نمد ايدينا للسؤال. ومال شرف انكم تشحتوا عشان الفتوة بتاعكم. اعلم عن الناس فتوات. الفتاوى موجود وهيفضل موجود. انا المعلم سليمان الناجي فتوه الحاره، وكلمتي سيف على رقبه اي كلب يفكر انه يهوى او في وشي. روق امال يا معلم. معايا في اللي قلته يا عتريس ولا انت شايف حاجه تانيه؟ انا طول عمري محسوبك وتحت امرك. اتفضل استريح اقعد. قهوه وشيشه للمعلم. ياه ما بقاش في حاجة لها طعم يا عتريس من ساعة ما راح خضر ابني. هيرجع بإذن الله. تلاقيه بس مكسوف من اللي حصل. ما تقولش مكسوف. مفيش حاجة حصلت تخليه ينكسف. مفيش حاجة مست شرف عيلة الناجي. ده كلامك أنت يا معلم، إنما الناس بتقول غير كده. حاطع لسان اللي يمس ابني بكلمة واحدة. محدش يتكلم عن خضر ابني. سند عليا. مش قادر مش قادر عتريس. انا اتشليت عتريس. ايديكوا يا رجاله روحوا البيت. عتريس لا، ما تودينيش عند بنت السمري، وديني عند بنت الغصول، عند فتحيه. سلامتك يا سيد الرجاله. ماله عتريس؟ وقع على قهوه مسكين من قهرته على ابنه. هو اللي طلب مننا ان نجيبه على عندك. بيته ومطرحه وانا خدمته تحت رجليه. مش قلت لك اصيله يا عتريس؟ يا ساتر. السلام عليكم. تعال. السلام. تعال يا شيخ مخلوف، تعال اكتب كتابي على فتحيه. خليني ارجع لاصلي. موافقه فتحيه؟ انا كنت عمري رفضت لك طلب يا سيد الرجاله. ريح يا البرد وانا ريح يا قلبي. قولي لي خضر عملنا ايه؟ ما انتش عايز اسمع اسمه. ما تجيبليش سيرته. لا انا لازم اعرف. خلاص روح دور عليه واساله.
حد يدور على العرب نفسه. انت لازم تدور عليه، لازم تجيبه، لازم تلاقيه من تحت الارض. ده نادي قاسي، قلبه ميت، قلبه ميت قوي يا بكر. ما تلمسنيش قلت لك ما تلمسنيش 100 مرة. طيب 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 ما تزعليش نفسك، أنا مش عايز أشوف زعلانة، أنا رقبتي فداك، أنا بحبك أوي، بحبك أوي يا رضوان، أنا بحبك. أنا بكرهك، بكرهكوا كلكوا. بلعن اليوم والساعة اللي أنا دخلت فيها بيتكم، اليوم اللي اتولد فيه عذابي، اتحرمت من الهنا اللي أنا كنت بحلم بيه. الآخر يهرب خد، يهرب. فاهم يعني إيه يهرب؟ كان لازم يهرب عشان هو عارف لو فضل انا كنت هعمل فيه ايه، كنت هقطعه. وهوريك لما يرجع انا هعمل فيه ايه. ده لو رجع فاكر خضر خلاص مش هيرجع، مش هيرجع تاني. انا كمان عاوز اخرج، هخرج ومش هرجع، هخرج ومش راجع هنا تاني. رايحه فين؟ هرجع بيت اهلي. انا مش ممكن اسيبك تخرج بساعتي. سيبني دلوقتي، سيبني في حالي، روح بس. طيب انا هروح ابات في حضني، بس مش عايزك تزعلي. مالكش دعوه بزعلي، مالكش دعوه بيا خالص. ابعد عني بقى، ابعد عني. انا مش عارف بس انت عصبيه. مش طايقه اشوفك، مش طايقه. ارجع بقى. ولو رجعت تاني يا خضر الكلب مش هيكفيني فيك الف موت، عشان انت السبب، انت اللي خليتها تزعل مني وتطردني. لكن ازاي تقول لي اطلع بره؟ ده انا اللي ما اقدرش ابين لي عشان بحبها يا لالا. وامان يا لالي يا لالي، امان امان يا لالي يا لالي، امان. وامان يا لالي يا لالي، امان امان يا لالي يا لالي، امان امان يا لالي يا لالي، امان امان يا لالي يا لالي، امان. بس انا جدع، انا المعلم واكبر معلم. بعتهولك ينام في حضنك عشان تشبعي بيه. بعتهولي ولا شفته؟ يبقى خرطولي الوز. طفشتيه؟ طفشتيه هو كمان زي ما طفشت اخوه؟ وهو بعمر اخر ما جاش لحد دلوقتي. ذنبي والنبي ذنبي. ذنبك؟ عشان عملتلك قيمه وجوزتك الامله؟ امله؟ جوزتني راجل مالوش قيمه، ابن امه اتربى في حجرها وكبر في حضنها. والنبي ببقى رضوانه اما هجبته هو الاخر زي اخوه واخليك تدوري عليهم هما الاثنين. الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد. يا ابن الشق وابلعيها. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه واسوي ايه؟ الواد راح فين لحد دلوقتي؟ يكون راح يدور على اخوه. طب هيدور عليه فين؟ طب والراجل الكبير انخفى الاخر فين؟ أمان يا لالي يا لالي، أمان يا لالي يا لالي، أمان يا لالي. مش شكعه ولا سكران، أنا مبسوط. ليه كده يا حبيبي؟ دي مش عوايدك. من هنا ورايح هتبقى عوايدي وعوايد اللي خلفوني. وهو فين راخر اللي خلفك؟ ما هو بكره راخر ما جاش لحد دلوقتي. الله، أنت بتضحك يا واد. قصد تلاقيه رقر بياخد قرعتين. طب قوم يا شقة حالي، قوم اغسلك يلا. لا لا اوعي يا حسن،
رضوانة لو شافتني معاكي هتقول لي يا ابن امي. ما يصبح لك صباح ولا تتهني يا رضوانه يا بنت الشبكشي. افتحها يا رضوانه انا باك. كسر يا فتحية. بعد الشر عليك من الكسر يا سيدة الرجالة. أنا اللي أستاهل. من فات داره اتقل مقداره. مقدارك محفوظ فوق راس الحارة كلها. اشتريني في شدتها يا فتحية. ده أنا أشيلك في عينيا وأغطيك برموشي. يا سندي وعزوتي. كلامك ده بيخليني احس اني كنت قليل الاصل. انت ابو الاصول كلها يا معلم سليمان. رميتك ورحت لسنية. رحت للنار برجلي. قضى. قضى وربنا نجاك منه. انا بس خايفه لا تسبب لك في مشاكل مع سنية واولادك. ولادي؟ امها فين ولادي؟ عليه العوض ومنه العوض في الفتوانة والمال والعيال. حلت اللعنة عليك يا سليمان يا ناجي. مش تهوينا بقى يا معلم بكر. ايه هاويكوا دي؟ صحيح قاعد عنوتة لكن هدفع مزيري هدفع. يا سيدي احنا مش عاوزين منك حاجة، احنا عاوزين نروح، احنا بقينا بكرة. بكرة؟ ازاي بكرة يجي من غير ما اقول له؟ ده انا المعلم، انا اللي كلمتي تمشي، قال بكرة قال. تصور بكرة يجي وانا مفلس. المعلم بكرة سليمان الناجي مفلس. ألف لا بأس عليك يا معلم. كله بأمره. يا معلم سليمان احنا بقالنا 3 أشهر ما خدناش ثمن البضاعة. الصبر جميل. وكل لما نيجي نطلب حقنا يقولوا لنا المعلم مش موجود. مسير الغايب يرجع. وهيرجع امتى بس؟ لما يهون الأوهام. أنت. يا أخي قوم بقى. يا اخي فوق اصحى ده احنا اتضحينا. ها يا رضوان عايزه ايه؟ عاوزاك تفوق لروحك. فوق ليه؟ انت ما عندكش دم؟ ما عندكش مروه؟ اعمل بيهم ايه؟ ابوك رجع لمراته القديمه. طب ما يرجع. وامك من ساعه ما عرفت وهي هجم البيت على حل شعرها. هتهج يا اخي. اعمل حاجه. اتصرف يا ابن امك. عشان اتصرف اعمل ايه؟ انا كنت قادر اتصرف مع مراتي عشان عايزين اتصرف مع عمي. رضوان غطيني. غطي وصوتي.
مرحبا معلم. اهلا يا عتريس. مالك سحنتك كده زي ما تكون عايز تقول حاجه؟ مش انا اللي بقول يا معلم، الحاره كلها اللي بتقول. وامتى الحاره بطلت كلام؟ بس كلام عن كلام يفرق. وعلى كل حال انت سيدنا وابن سيدنا، وحق العيش والملح عليا ان افطنك على اللي بيتقال في حقك. يا حصاله تتكلموا في حقي؟ اقطع العرق وسايح الدم. طلق بنت السمري. بتقول ايه؟ انت بتستجري تتكلم على حريمي بالبطالة يا كلب؟ ما تتعفاش عليا يا معلم سليمان. احكم على مراتك الاول قبل ايدك ما تتمد على حد فينا. ده انت سيرتك تدق على الربابة. كلاب كلاب كلاب. مش حنيت لاصلك الواطي ورجعت للاستابل اللي جبتك منه؟ الاستابل ده قطر من سرايتك اللي ريحتها فاحت للرايح والجاي. قطع لسان اللي يتبلى عليا بايوها بلوى. تقدري تقولي لي لابسه كده ورايحه فين دلوقتي؟ وانت مالك؟ وانت ليك حكم عليا؟ انا ليا عليكي حكم ونص. انت لسه على ذمتي، انا جوزك وانت مراتي. عندك حق يا بسليمان، دي جابت لنا العار. خلاص يا وش الشوم يا اللي محدش فتح بابنا للخراب غيرك. الخراب جه من نيتك السودة. خدت الراجل وهو في توه خالتيه مش قادر يسلب طوله، وابنك اللي مربياه في حجرك مخلياه ابن امه. كلمه توديه وكلمه تجيبه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ مش معقول كده يا رضوان. خلاص يا ماما. خلاص؟ سمع كلامها وتقول لي خلاص؟ بتتبلى عليا زي ما اتبلت على اخوك وانت واقف تتفرج وتقول لي خلاص بدل ما ترمي عليها اليمين؟ اشتري اسمك وطلقها يا بسليمان. طلقها قبل ما تخرب اللي فاضل يا بكر. يا بسليمان طلقها قبل الناس ما تاكل وشك. ما خلاص سيرتي بقت على كل لسان، فضحتني وجرستني، ما بقتش اقدر ارفع عيني في عين اي حد. سمعتي راحت على ايدين مراتي، وفلوسي راحت على ايدين ابني، وصحتي راحت من قرتي على اللي طفش ولا رجعش. حلت عليا اللعنه وانت السما بس ليا. طب انا بقى سايبالكم البيت مطبق على دماغكم وماشيه، الهي يغرق بيكم. مفيش وقت للكلام، لازم نسافر نهاجر يلا. الله، ما بقناش وقت الحرب بعد كده، ما بقناش. ليه بقى يا اخوي؟ بهدلوني يا رضوان، حتى العيال، العيال بيعنوني بامي وعمايلها، حدفوني بالطوب، حتى الصناعيه، الصناعيه عرفوا مني زي ما اكون جرب. لازم نمشي يا رضوان، لازم، يلا يلا. عاوز تمشي امشي لوحدك، الباب يفوت جمل. وانت؟ ده بيتي يا حبيبي، مانيش منقوله منه. عايزه تقعدي في الحرب بعد اللي قالوه على امي؟ أمك يا نور عيني مش أمي. لازم نمشي لوحدك وأسيبك تبقى خفيت عن قلبي هم. أنا هم؟ قضى وانكتب على جبين الحب يا عمري كله. بالعذاب يا ضنا حالي. تكرهيني يا رضوانة؟ بكره عيني اللي بتشوفك. أنا بحبك وأنا مش طايقاك. بعبودك. طلقني. أطلقك؟ ده لو عندك دم. ما أقدرش لأنك مش راجل. أنا عبدك وانا مش محتاجه عبيد.
انا عاوزه اكون جاريه للراجل اللي انا بحبه. الراجل اللي انت بتحبيه؟ انت بتحبي حد غيري؟ هو مين؟ كلمي. من دمك قوي. لا لا ما تلوش، مش عايز اسمعه، مش عايز. من يوم ما هرب وانت مش عاوز تعرف، لكن هخليك تعرف، هخليك تحس بالعذاب اللي انا حسيت بيه. اللي بحبه، اللي بحبه اسمه خضر. لا اخوك. لا ايوه خضر اللي انا بحبه. كل نقطه دم في عروقي عاوزاه، كل حته في جسمي متشوقه له، كل نفس طالع مني بيندهله. عرفت؟ ارتحت؟ والخدر ده دم فين؟ تبعتوا شرفي فين؟ على سريري وسريرك. احرس! انا اشرف واحده في عيلتكم، وخدر ده اشرف راجل انا قابلته في حياتي. اترميت تحت رجليه ورفضني. كفايه بقى، كفايه. بكيت له وبسهرش فيا، بعت له روحي واشترى شرفكم. خليك راجل زيي وطلعني، ارمي عليا اليمين وريحني وريح روحك، لاني عمري ما هاكل لك ابدا. ابدا فاهم يعني ايه ابدا؟ لا انت ملكي، فاهم يعني ايه ملكي؟ مش ممكن اخلي حد تاني يستمتع بيكي. انت بعرف لا المزاد. هي المزاد، وكانت خضر وبصر النادي في المزاد. هنا المزاد، هنا المزاد، وكانت النادي في المزاد. هنا المزاد، هنا المزاد، هنا المزاد، وكانت النادي في المزاد. نعم يا معلم سليمان. ما تقدرش تستنى شوية؟ استنى مين يا معلم سليمان؟ بطل وغطس، محدش لاقيه، مين غيره هيدفع؟ دور المزاد خليها نخلص. ما يمكن يعني؟ ما بقاش فيها يمكن يا معلم سليمان. الوكاله وهتتباع الوقت، والبيت اخر وهيتباع الاسبوع الجاي زي النهارده. الا اذا السما بقى نطرت عليكم سنه فلوس. ولا يمكن مطرح ما انت قاعد تدب الارض تطلع فلوس. يا اخوانا عايزين نروح اشغالنا، دور المزاد يا دلال وخلصنا. فتحنا المزاد الوكاله باللي فيها 100 جنيه 100 جنيه. مين يزود؟ 100 جنيه 100 جنيه. مين يزود؟ 110 هناك، 110 هناك. مين يزود؟ 110 110. مين يزود؟ 110 بيه. مين يزود؟ 120 120 120 هنا. مين يرفع السعر؟ مين يزود؟ 150 150 هناك. 150 150. مين يرفع السعر؟ مين يزود؟ 150 هناك. 170 هناك. مين يزود؟ مين يزود؟ مين يرفع السعر؟ 200 جنيه 200 جنيه لحد جمعة. 200 جنيه لحد جمعة. مين يرفع السعر؟ مين يزود؟ مين يرفع السعر؟ 500 جنيه. خضر ابنك رجل يا معلم سليمان. الحمد لله منك رجعت بخير. ايه اللي حصل يا حاج جمعه؟ انا مش عارف ايه اللي جابه زي القضاء المستعجل ده. ما كان يستنى لما المزاد يخلص، وكنا لهفنا الوكاله. ما كان مخفي وارتحنا منه زي ما خلصنا من اخوه. يا جماعه ما تاخذونيش اني قطعت عليكم المزاد، بس انتوا اهل اصول ولا يرضكوش ان ملك الناجي يروح للغريب ولسه ولاده بتدب على وش الدنيا. مفيش مزاد،
واللي ليه قرش عند اخويا هياخده مني. احنا اتولدنا من صلب راجل واحد ومن بطن واحده، ولحد ما نموت هنفضل انا وهو ايد واحده. اصيل يا ابن الناجي، اصيل بذره عاشور. الليله انتوا معزومين على العشاء في بيت المعلم سليمان الناجي، وكل صاحب حق هياخده فوق منه الف بوسه. اشكر يا معلم خضر. طول عمرك شاهد. سلامتك الف سلامه يابا. من بكره هاخدك عند اكبر حكمه في البلد، وبعون الله هتخف وهترجع زي ما كنت واحسن. لا خلاص، ربنا فتحها عليا وبقى معايا فلوس كتير، وكلها كلها ما تساويش تراب رجليك. اطمن اطمن يابا، وبكر كمان لازم يطمن ويعرف ان الوكاله هترجع زي ما كانت. بكر ما هو اللي خربها، وحتى ما جاش يقعد على تلها. امال هو فين يابا؟ تلاقيه في الخماره ولا في حضن مراته. انا هروح ادور عليه واجيب واجيلك. عن اذنك يابا. ربنا يجعل لي فيك العوض يا خضر يا ابني. هات لي قرعه. اسمك ايه؟ ده كفايه كده يا معلم بطل. بقول لك هات لي قرعه تانيه. يا راجل ارحم صحتك، ده احنا لسه في طلعه النهار. راح يوعظني. ما تنقطش مسكتك يا اخوي وجيب لي قرعه تانيه. يا ابن القرعه. صحيح، صدق من قال يخلق من ظهر المعلم مبلم. بصيلي يا رضوانة وكلميني، مين اللي عمل فيكي كده؟ بكر. بكر؟ بكر قطع لك هدومك بالشكل ده؟ فاكر هيقتلني وحبسني وقفل عليا باب البيت بالمفتاح. وكل ده عشان ايه يا رضوان؟ عشان قلت له الحقيقة، عشان فهمت ان عمري ما حبيته، عشان قلت له اني بحبك انت. تعالي يا رضوانة. لا يا خضر، دي الحقيقة اللي مش هنقدر نهرب منها أبدا. أمال بكر راح فين؟ أنا ما يهمنيش هو راح فين دلوقتي، المهم إن أنت رجعت لي تاني. أنا ما رجعتش عشانك يا رضوانة، أنا رجعت عشان أنقذ أخويا وأبويا من اللي هما فيه. لا، مش هسيبك تاني، حرام عليك، ما تسيبنيش تاني. هو بكر راح فين؟ أنا لازم ألاقيه. لا خضر، ما تسيبنيش يا خضر. أنا بحبك، أنا بحبك يا خيبة، حياتي كلها ضاعت عشان بحبك. لقيت اخوك يا خضر؟ ابدا يابا، ما لقيتوش في البيت.
رحت له البوظة قالوا لي لسه ماشي. بوظة الصبحية اللي بنيته عيلة الناجي في سنين، قدوا أخوك بين يوم وليلة، عليه العوض ومنه العوض. سليمان يا ناجي، رد على فتوة الحرافيش يا سليمان يا ناجي. من امتى كلابها عاوت على سبعها يا عتريس؟ لما سبعها وقعت سنانها واتقطم وسطاها يا سليمان. انت عايز تعمل فتوة وانا موجود يا قد؟ توجودك بقى زي عدم. لو عايز تفضل فتوة على الحرافيش ارفع نبوتك وخشالي. الفتوة انا مش بالنبوت وبس يا عتريس. امال بالنية يا سليمان؟ الفتوة انا شرف واخلاق وشهامة، ودي حاجات اتولدت في عيلة الناجي ومش هتخرج منها. ما خرجت وخلاص، ونبوت الناجي اللي ياما خوف ناس بقى عكاز يتسند عليه المكسحين. حتى شوف دلوقتي وليه اداني يا ابن الناجي، وانا الوقت بقى وقتي والزمن زمني. حد عنده كلام غير كده يا رجاله؟ عتريس عتريس اسمع الله عليك رجاله، اسمع الله عليك قوه بقوه، اسمع الله عليك عتريس عتريس اسمع الله عليك دي الرجاله، اسمع الله عليك قوه بقوه، اسمع الله عليك عتريس عتريس اسمع الله عليك دي الرجاله، اسمع الله عليك ريس. انت خدت ابويا غدر وهو عاجز، وانا كنت اقدر اخدك غدر وانت مديني ظهرك، لكن الفتوانة زي ما قال المعلم سليمان شهامة وأخلاق، وانت لو عندك شهامة انزل وارفع نبوتك قصاد نبوت الناجي. انزل يا عتريس، انزل وارفع نبوتك، انا واقف لك راجل لراجل. مش انت راجل برضو؟ ونعم الفتونة ونعم الأخوة. خضر الناجي صلى عليه صلى عليه افتوى بقوة صلى عليه صلى عليه خضر الناجي صلى عليه 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 راجع من غرفتك عشان تنعس لحم يا جبان. مش انت اللي لازم تموت يا رضوانة؟ مش انت ولا غدر؟ صدقني يا بكر ولا غدر. غدر عمره ما فكر يخونك، غدر كان بيحافظ على شرفك، على بيتك وعليا. يا رضوانة
هتقول وهتموتي وتسيبيني. بحبك، انا عملت كل ده عشان بحبك. غدر، الحمد لله ان انا هموت بين ايديك عشان تبقى انت اخر حاجه بتشوفها عينيا. لا الغايب رجع والحاضر غاب ولا موجود إلا خالق الوجود.